المدينة المنورة معي دكتور خالد محمد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا بك معنا. ولي العهد السعودي إذا قال حوالي 10% من الإنفاق الحكومي يتعرض للاختلاس كل عام بواسطة الفساد، وبسؤال لماذا فشلت جميعا كل في أكثر من حرب على الفساد، قال لأنه جميع تلك الحملات بدأت من الطبقة الكادحة فأعلى. ما أهمية ما يحدث والطبقة التي استهدفتها بانطلاقا من ما وصلت إليه هذه الحملة وتحديثات اليوم وما أعلن بمقابلة نيويورك تايمز؟ الحملة يعني أوشكت أن تحقق غرضها وهدفها، لأن كما ذكر سمو الأمير 95% وافقوا على التسويات، وهذا يعني ما جملته حوالي 100 مليار دولار. هذه هتكون مفيدة جدا لسد العجز في البلد ولتنفيذ كثير من المشاريع الإنمائية المفيدة للمواطنين. الخمسة في المية الباقين أو الأربعة في المية الباقين، من 1% طلعوا غير مدرمين، سيذهبوا للمحاكم وفي النهاية سيثبت عليهم وسيضطروا لأن يدفعوا ربما أكثر من المبالغ التي يعني حسب التسوية، لأنه 4% تبدو رغبتهم توجه للقضاء ونكروا الفساد، أنكروا الفساد. طيب الرقم الذي تحدث عنه ولي العهد 100 مليار دولار، إلى أي درجة هذا الرقم بحد ذاته يعني يجعل من الأهمية هذه الحرب لأي متابع هذه الحرب على الفساد التي أعلنها ولي العهد السعودي وأهميتها، خاصة بأنه توبعت وبشكل سريع لأن نتحدث عن نتائج هذه النتائج؟ الرقم 100 مليار دولار بالنسبة للأموال المنقولة، بالمناسبة هناك أيضا الأموال غير المنقولة الأراضي، يعني هناك أيضا تصريح مهم للنائب العام يقول فيه إن حصيلة الأراضي التي تم استعادتها تعادل مساحة المدينة المنورة، ليست المدينة المنورة المدينة فقط ولكن منطقة المدينة المنورة، وهذا يعني أضعاف مساحة لبنان. تصوري هذا المساحة الهائلة وبعضها على الشواطئ، بعضها في مواقع متميزة كلها استعيدت، فلو جمعنا هذه بتلك لتصورنا حجم المشاريع التي يمكن أن تقام على هذه الأراضي والأملاك وتكون في خدمة المجتمع والاقتصاد والتنمية والمواطنين. يعني ممكن توزع مساكن للمواطنين، هناك إشكالية بالنسبة لتملك السكن للمواطن السعودي، وقد وعد الأمير محمد بن سلمان بحلها، وربما يكون هذا واحد من حلول إن هذه الأراضي التي تمت استعادتها وهذه الأموال يمكن أن تنشا عليها مشاريع سكنية تملكية للمواطن السعودي، وهكذا تعود الأموال لمصلحة الوطن. نعم، طيب حتى بالأمور الخارجية ليس فقط محليا كما قلت حضرتك دكتور خالد، يعني كله بالنهاية سيعود وسيكون لصالح المواطن السعودي، إلى أي درجة هذا مساعد أيضا في الأمور الخارجية؟ شدد ولي العهد على أنه كل شيء تفعله السعودية محليا يهدف لبناء قوتها واقتصادها، وهنا لا يمكن أن لا نذكر إيران، خاصة بأنه وصف ولي العهد السعودي بهذه المقابلة خامنئي بأنه هتلر جديد في الشرق الأوسط. أن تكون السعودية دولة قوية اقتصاديا ومفتوحة للاستثمار وللتنمية وللتطور الذي يواكب المرحلة، لا شك أنه سينعكس على قدرة المملكة ومكانتها في الشرق الأوسط وقدرتها بالتالي على التصدي للأخطار التي تعرض لها، ومجل هذه الأخطار مصدرها واحد هي إيران. وما قاله الأمير بالنسبة لعلي خامنئي هو يمثل الواقع، لأنه إيران وعلي خامنئي قامت الثورة الإيرانية وتصدير الثورة الإيرانية على نفس الأسس العنصرية والعقائدية التي قامت عليها النازية في ألمانيا. نعم. وكان الهدف احتلال العالم أو احتلال على الأقل أوروبا، وأوروبا في البداية ظنت أن سياسة الاحتواء يمكن أن تأتي بنتيجة، ولذلك استخدموا سياسة التهدئة والاحتواء والإرضاء، والنتيجة كانت أن مضطروا في وقت متأخر بعد أن وصلت قوة ألمانيا إلى مستوى يصعب كسره أن تتدخل عسكريا. فلذلك هو يحذر العالم من أن نكرر
نفس الخطأ الذي حدث في أوروبا ونصبر نعم على إيران حتى تستكمل مشروعها النووي ومشروعها الصاروخي وتصبح قوة. لا يصعب الآن، احنا الآن عندنا مشكلة مع يعني كوريا الشمالية بسبب هذه سياسة الاحتواء التي اتبعها كلينتون وأوباما. يجب أن لا نكرر هذا الخطأ مع نعم الطغاة، الطغاة يجب أن يواجهوا مبكرا وبوحدة صف من العالم كله. أنا أشكرك من المدينة المنورة دكتور خالد محمد بطال في الأكاديمي والمحلل السياسي.